كابتن اسماعيل المطر قائد نادي الوحده الاماراتي، بدايه اهلا وسهلا فيك في الرياض وفي المملكه العربيه السعوديه. الله يسلمك ويعطيك العافيه ان شاء الله. نورتونا. بنورك حبيبي مالك زود. كابتن، الوحده يحضر مبكرا للاستعداد لمباراه مهمه في دور ربع نهائي امام نادي النصر، وش عدت له المباراه يا كابتن؟ اكيد اول شيء بالنهايه المباراه ما بتكون سهله، نعرف قوه فريق النصر، وطبعا نلعب في ارضه وسط جمهور، اتوقع ان المباراه ما بتكون سهله، لكن ان شاء الله احنا مستعدين حق المباراه وجايين للمباراه، لان ان شاء الله نطمح اننا ان شاء الله نتاهل ان شاء الله. كابتن، هذا العام اللي ذكرته لعب النصر على ارضه وبين جمهوره ممكن ياثر عليكم؟ اكيد، لكن بالنسبه لي انا تعودت على مثل هالاجواء، لكن في النهايه بعد في عندي لعيبه خبره متعودين على هالاجواء، لكن مثل ما قلت لك في النهايه جمهور النصر اكيد راح يآزر، وعلينا ان احنا نتعامل مع المباراه بذكاء حسب ان احنا في النهايه نستفيد من حضور الجمهور ونسبب ضغط حق فريق النصر ان شاء الله. وش السلاح اللي يمتلكه الوحده يا كابتن وراح يواجه فيه نادي النصر؟ في اسلحه كثيره وان شاء الله ان ما اقدر اقول لك الاسلحه ما نكشف اوراقنا، لا ان شاء الله هي في النهايه مثل ما قلت لك، هي في النهايه كره قدم توافيك، الواحد ما يعرف شو مجريات المباراه، كيف بتكون بدايه المباراه، ما حد يعرف شو الظروف اللي بتكون فيها المباراه. نحترم فريق النصر، نحسب له ألف حساب، لكن في النهاية هذه كرة قدم، واللي يتعامل مع المباراة بذكاء أتوقع هو اللي بيكسب المباراة. واحد من الحلول، لكن هدف الأهلي. البعض يقول ممكن المباراة محسومة نادي النصر على أرضه بين جمهوره ويمتلك نجوم كبار. أكيد في النهاية في ملعب، وعلينا أن المباراة ما تنحسم إلا بعد نهاية 90 دقيقة. راح يأثر عليكم عامل المباراة بس خروج مغلوب، السابق كان يعني ذهاب وإياب. بالعكس مباراة واحدة تكون أفضل وأحسن. جميل. بالنسبة لي. وش تستذكر من المباريات الآسيوية اللي خضتها أنت شخصياً مع الأندية السعودية؟ والله في ذكريات زينة، وفي يعني في النهاية لعب ضد الهلال، أستاذ الملك، ما أتذكر إني لعبت مع فريق الأهلي السعودي، دوري المجموعات، الاتحاد. لعبنا مواجهات كثيره، من تعرف بالنهايه المنتخب الفرق السعوديه تعتبر من الفرق القويه في اسيا، لها صولاتها وجولاتها، وعلينا احنا نحترمهم، لكن في النهايه هذه كره قدم، واللي يقدم في 90 دقيقه واذا امتدت الى 120 دقيقه اللي بيركز وبيستغل الفرص واللي بيفوز. كيف تشوف الجمهور السعودي كابتن؟ على عيني وراسي، دائما الجمهور السعودي جمهور ذويق، جمهور صاحب كوره، ودائما نحطهم على عيننا وراسنا. اسماعيل يلا اسماعيل بيلعب السلام، عيني عليك فارده السماء يا طيب السماء. هدف امام الهلال اللي يخرج الهلال في دور 16 كان الاغلى؟ على المستوى الاسيوي يمكن، لكن في النهايه مثل ما قلت لك دام اني موجودين هنا نتمنى ان شاء الله احنا نقدم الافضل. جمهور الوحده فيه اخر شيء ان شاء الله يكونون ان شاء الله بيضوي.